السلام عليكم، رجعنا لكم بفكرة جديدة أول مرة نسويها. راح نسوي ثلاث طبخات بسيطة على حرارة الشمس بس. يعني دائما نقول حر الرياض وشمس الرياض، فاليوم نجرب نطبخ فيها نشوف شو يطلع معنا. زي ما تشوفون الحين أتوقع كلكم يعني ما تعرفون وش السالفة، وش الكرتون فجأة طلع هذا. الله يسلمكم، يسمونه الفرن الشمسي. أنا سويته، ممكن تلقونه جاهز بس ما أتوقع موجود هنا، يمكن برا. وحتى إذا لقيته برا يعني غالي، يعني ما تسوى إيه. هو بس يعني شيء يعني خفيف كذا تجربونه. إيه، أصلا الفكرة أنكم تسوونه بأنفسكم. سهل مرة، يعني هو كرتون عادي أنا جبته بأي حجم تبغونه، ممكن حجم بعد عدة بيتزا يعني. غلفته كله بالقصير من جوا، طبعاً قصيت الأطراف هذه وثبتها على هذا على الغطاء، الغطاء نفسه بالضبط. من جوا كلها، هذا طبعاً القزازة هو نفسه باب الفرن. خلاص، طبعاً هذه القزازة من طاولة قديمة يعني، ولا شيء تقريباً شريناه يعني من برا، كلها أشياء في البيت. وحطيت قبل ما أبدأ أغلف القصير، حطيت قطعة فلينة هنا، هذه هي قطعة فلينة هنا عشان تثبت القزازة نفسها. وقطعت فلينة تحت عشان حسيت انه عميق، وحطيت فوقها قطعة قماش اسود عشان تعرفون لون اسود يمتص الحرارة. وبعد ما تحطون الطبق اللي بتطبخونه سكرون بالقزازة، تمام، عشان الحرارة كذا تتجمع هنا، تمام. بالتالي الحين اشعة الشمس تنعكس كلها هنا والاسود يمتص الحرارة بالضبط. فشو اللي الوصفات اللي بسويها؟ الوصفات اللي بسويها بانكيك وبيض ودجاج. فأيوه صح، بذكركم الحين الساعة 11 وبعز الحر، يعني توصل لدرجة حرارة 44-45، صدق الله يعيننا يعني. أحس إن اللي بنسوي والله كله عشانكم. فيلا نبدأ نجرب ونبدأ بالبانكيك. يلا، وجينا صدق للجزئية اللي حيرتنا، اللي هي المواعين اللي بنطبخ فيها. لقينا كم خيار. الخيار الأول اللي هو هذا القصير. انا خليته فلات، هو اساسا غطى قصير للبانكيك عشان نوزع فيه. بس مشكلته اذا حسيت قلت الرزان قصير، يعني انا اخذ ما يسخن. انا اعرف القصير يعكس الحراره، بس ما يسخن الحراره ما ادري. ف استبعدنا. في الخيار الثاني اللي هو القلايه هذه. مشكلتها انها سميكه، فخذ طول معنا مره تاخذ وقت. اي قلنا معليش، يعني بتسوي الكشافة لازم نكون سريعين شوي. في هذا الخيار، الخيار اللي حسيت انسب شيء، خفيفه وهذه لونها غامق في امتص الحراره، وحسيت ان هذه ازين شيء. اي خلاص بنستعمل هذه، نستعمل هذه لكل الاشياء. ويلا نبدا اول شيء بالبانكيك. يلا اول شيء الحين قاعد نسويه جوا ترى، عشان ما ننطق برا بالحر. مرة حر. إيه صدق، دقيقة بس تطبخها. أحس ما شاء الله يعني ما يحتاج فرن حراري عشان نسوي. خلاص أحس نقدر نحط الصحن برا وخلاص. كذا كويس، ما نحط نوتيلا. خلاص مرة شرفة عشان تضبط بقى. نحطها هنا، نحطها هنا، نحطها بأي مكان. شمس ساطعة، يا الله. بناخذ جرعة فيتامين د مو طبيعية اليوم. والله جرعة حرق شمس، جرعة ثانية. الفرن ونحط فيه البانكيك. شو بغت كأنك كبرتي البانكيك، عاد وش نسوي؟ صار كرب والله. نحطه ونتفق. كم خليه؟ أنا خل نص ساعة أو ثلث ساعة. يلا أنا أقول نص ساعة. ثلث ساعة نشيك يكون نشوف. يلا الحين نشيك عليه. القزاز صار حار يوم مسناها، شو حرارة والله. سبغالي شوي بعد، صح؟ سبغالي. خلني أشوف. إيه لا، يبيله وقت. الحين مسكر عليه. على فكرة تعرف إني حاطين الفرن في وضيع غلط. يا صاير عند نص ضلع الحين، لا كله مشمس. فيلا الحين نكذبه.
الفكرة درجة الحرارة الحين 24 يعني أحس إن اللي انطبخني والله مو بنكيك. والله العظيم. أوكي. أتمنى النتيجة يعني تكون مرضية. إن شاء الله. والله الصحن مو طبيعي قديش سخن، حار حار مرة. قربي لنا الآن. أوكي. والله مو بشين أبدا. ليش تو مشينة؟ بس إنها تتحمر شوي. يبيها شوي تتحمر إيه. بس إنها استوت. نحط على الجهة الثانية ولا؟ تظري وريني. قربي الكاميرا. والله هي النتيجة حلوة. حط في الجهة الثانية ولا خلاص؟ أنا أحس استوت من فوق ومن تحت ما شاء الله ما يحتاج. الغير الفرق اللي يعني صراحة اللي لاحظته هنا غير الفرن. أيوة. هذه نشف. هاي مرة أبغى شوف سوت يمكن اللي أنت شوف فتحة ما درينا عنها ويدخلينها لوا. لا ما ندخل أحس لأنها بعد طولت يعني فمدها تطبخ من كل الجهات ما شاء الله وبتنشف. ونبهرها بملح في الأسود. قاعد افكر لو ان حاطين الفرن قبل ما نبدا عشان يسخن تكل البيض اتوقع يصير. انا اتوقع بينشف بعد بس بيضبط. انا متحمسه اكثر شيء متحمسه له هو. احس نفسك احس بيثبت المكان فهمتي. والله ما نوم صراحه من طقت الشمس. الحين مرت 15 دقيقه والله بدا يستوي البيض. اي والله بس احس تماسي شوي اي بلا وقت. أيه طبعا الصفار مستحيل يستوي. اي اصلا صح اللي ما يستوي إيه؟ هذا الصح مفروض يعني فيلا ننتظر صحته. ننتظر 15 دقيقه ثانيه يلا على ما يستوي البيض بوريكم اشكال ثانيه من الافران الشمسيه غير اللي سويناه في هذا الشكل. هذا قريب من حقنا. في هذا الشكل هذا مره سهل. شو اسمه يسوونه من علبة البيتزا أو علبة الدونت. إيه. شو بحطين أشياء رقيقة يعني مارشميلو وشوكليت. إيه أنت إيش نسوي؟ إحنا بيض ودجاج. وفي هذا ليفل ما نقدر نوصل له. هذا اللي البلوج الجاي إن شاء الله نشوي على الذبيحة. وفي هذا الشكل. تقريباً أغلبهم يسوونه من علبة البيتزا. هذا وترى بعض الافران تلقينها جاهزه من السوبر ماركت تشتريها يعني مو لازم انت تسويها. بس ما يعني صراحه يعني لو بشتري فرن زي الخلق العالم ليش. اي والله لا ترى في ناس كذا ما يحبون الكهرباء. في ناس قصدهم انه مشت عشان البيئه او الاقتصاد بالضبط. اي وبعضهم من نظره يعني ما فكرت فيه من هالناحيه. في هذا عاد شو هذا انت كنت ايوه ما فرن حقنا. وفي هذا انت بوريك شيء يصلح للكباب او الشيش طاووق. اوكي هذا مره حلو والله افكار كثيره صراحه. هذا نفس الشيء قريب يعني من الشيش طاووق يعني الناس مبدعين. شفتي تقولين ما يطبخونها. هذه واحدة طابخة خضار ما دجاج وجبة كاملة هذه. يلا الحين نقطع البيضة. بعد لو تلاحظون البهارات اللي على الوجه تحمرت. تربيت والله ما تحمرت. بس والله ضاغط. والله حلو طالع شكله حلو صراحة. طالع شكله رهيب والله. ما توقع ضاغط أكثر من بنكيك بعد. ما ذقنا البانكيك بس راح نذوق البيض. بيض طعم بيض بيض نص استوى نفس المطعم. اي واخيرا بنحط الدجاج وقطعناه صغار كذا عشان على امل انها تستوي. يلا كم تتوقع انت قاعد؟ شوف الدجاج ما ادري صعب اني اتوقع بس ان شاء الله نص ساعه.
ان شاء الله نص ساعه. يلا نروح نصور. هذا دجاج عقب تقريبا ساعة الا ربع مستوي من تحت بس من فوق ني، مع اني توقعته بيستوي كله لانه فرن فالحراره محبوسه. يمكن لو طولنا شوي اكثر يعني. اي ممكن اكثر من كذا صح، بس لانه خلاص الشمس بدات تغرب لانه حول العصر فخلاص اصلا فرصه بارد. ما طال زي البكر، بس بكر كان نحيف يمكن عشان كذا. وخلصنا الفلوق اليوم واتمنى انكم استمتعتوا. والله يتعبنا علي تعب، والله يتعب. هذا اكثر فلوق تعبت علي صراحه. اي والله صادقه، يعني استنتجت ان حر الرياض من جد ما يلعب معه وقت الظهر خصوصا. يا الله حر يقتل يقتل. المشكله تحسينه يستاهل. لا والله لا والله ما يستاهل، يعني تعب وياخذ وقت. احس نتيجه يعني حلوه بس يعني الشغل عليه حلو، بس لما جينا نطبقه وفي الحر وفي هذا مو طبيعي. كم تعطينا طيب تقييم نهائي؟ ستة، ستة من عشرة. أنا أقول خمسة عشرة. بعد إيه كثير عالية. يلا أجل أشوفكم في الفلوق الجاي. لا تدري شو أسوي، يمكن أسوي ذبيحة بفرن شمسي. يمكن ما والله فكرة بشنة. يلا أجل مع السلامة. Goodbye. وبالعافية.